بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنبدأ نحط الانوتيشنز بتاعتنا الخاصة بينا. الانوتيشنز الخاصة بالهايبرنيت فوق كل كولوم من ده. طبعا اول حاجة هنحط هنا فوق ات انتيتي، لان ده يعتبر انتيتي عندي. وبرضه في الـ Add Entity هنحط اسم التبل على طول، هنسميه ايه؟ هنسميه وليكن، طبعا ده اول غلطة. اول غلطة ليه؟ لان احنا قلنا يا جماعة ده مش Entity، ده مش تبل عندي، اذا مش هحط عليه Add Entity، ده مجرد كلاس احنا قلنا هنعمل منه inherit مش اكتر. فحاجة هنا اقول له ده اي دي، فهيكون عندي التيبل او الكلاس او الكلاس الجديد اللي هيعمل منه اكستند او هيعمل منه انهيرت، ده هيكون فيه اي دي، فهحط ات اي دي في مشكله، وهنحط ات جنريتد فاليو، واقول له الجنريتد فاليو بتاعتي عشان يبقى اوتو انكريمنت يعني هنخليه الايدنتيتي. حلو. وبعد كده نحط اد كولوم عشان نديله شويه كده اتريبيوت حلوين. هنقول له اول حاجه النيم، طبعا هو اي دي مش هغير فيه اي دي. طيب هقول له ايه؟ هقول له يونيك، ده يونيك مش بيتكرر، انت عارف ان الاي دي يونيك. تمام. هل الاي دي ينفع يكون نال؟ لا طبعا، فهقول له نالابل فولس، ما ينفعش يكون null. ادي اول حاجه. تمام. البوليان مش هعمل فيه حاجه، هو بوليان اسمه اكتيف، لو ما حطيتش كولوم او اي حاجه هو بيروح يعمل ايه؟ يروح بيحط ده كولوم بنفس اسم الاتريبيوت اللي انا حطيته له، فمش هعمل فيه حاجه. هنا عشان يبدا يعمل لي كريت تايم، اول ما انيشيت الريكورد بتاعي يبدا يكريت لي كريت التايم خاص بيا، اللي هو نفس التايم اللي موجود لوكال عندي. فانا هقول له هنا ايه؟ ات كرييتد ديت. الكرييتد ديت بتعمل ايه يا جماعه؟ قلنا انها انت اول مثلا ما تعمل انسيرت، لو احنا عندنا مثلا ستودنت تيبل، عندنا مثلا كلاس اسمه ستودنت، والكلاس ده بيكستند من البيز انتيتي، فاذا الستودنت فيه الاي دي والكرييتد تايم وكل اللي موجود هنا. فانا اول ما اعمل اوبجكت من نيو ستودنت، الاتريبيوت اللي هو كريت تايم هو لوحده بيبدا يحط له نفس التاريخ او نفس التايم اللي متكريت فيه في نفس الوقت. يعني مثلا عملت كريت لرو في الستودنت وعملت سيف، اول ما عملت سيف بياخد الايه؟ بياخد الديت تايم بتاع اليوم بالوقت بكل حاجه في الوقت اللي انت فيه ويحطه ايه؟ ويحطه هنا. برضه لاست او لوكال داتا تايم موديفايد تايم، اخر تعديل حصل على الريكورد حصل امتى؟ هقول له برضه ات لاست موديفايد ديت. تمام. اذا ده بيتعمل له انسيرت اول ما كريت رو في التيبل بتاعي، بيكريت لي الوقت اللي ايه اللي اتكريت فيه. طب لاست موديفايد بعد ما انا كريت، لو انا جيت عملت اديت على الرو، يعني لو جيت عملت اديت على الرو عندي تيبل، وليكن عندي تيبل اهو، خلينا نفتح البنت افضل اهو، همسح ده كله اهو. انا عندي تيبل اهو، التيبل ده في اي دي تمام وفي نيم. طب مثلا وفي كرييتد تايم بتاعنا اهو والابديتد تايم، انا اول ما اضيف ريكورد عندي واحد اتنين، هو لوحده هياخد التاريخ بتاع كريت تايم، التاريخ اللي اتكريت فيه نفس الوقت اللي انا كريت فيه الريكورد. وكذلك الابديت اول قيمه ليه هيكون نفس قيمه الكرييتد، لان انا لسه بكريت اول مره رو، فكريت تايم الوقت اتكريت فيه هو الوقت بتاع
اللوكال بتاعك بتاع الجهاز بتاعك اللي هو الوقت اللي انت فيه حاليا، والابديت كذلك. تمام، جيت عملت ابديت بعد مثلا 5 سنين، هيروح شايل القيمة اللي كانت في الابديت ويحطها بالقيمة الجديدة اللي انت فيها في نفس الوقت اللي انت عملت فيه ابديت. يعني من الاخر هنا بيحط لك اول قيمة اتكريت فيها الريكورد، وده اخر قيمة حصل على الريكورد ابديت. حلو قوي. ممكن نضيف هنا برضو ات كولوم، ات كولوم ده حط فيه، هقول له النيم، هقول له كرييتد تايم اندر سكور تايم. في مشكلة؟ مفيش أي مشكلة. وبرضه هناخد ده نحطه هنا وأقول له موديفايد تايم. حلو الكلام. وبعد كده حاجة هنا هزود بس اتريبيوت جديد اسمه إيه؟ اسمه ابديتابل، وهقول له فولس. يعني ايه ابديتابل فولس؟ يعني الريكورد ده ما بيحصلوش ابديت، ما ينفعش اعمل عليه ابديت. ليه؟ لان احنا قلنا الكرييت تايم هو مجرد مره واحده بيحصل في الريكورد ده، هو اول مره بكريت ايه الريكورد ده، يعني اول مره بكريت الريكورد ده بيتكريت لي القيمه بتاعت الكرييت تايم. بعد كده ده مش بيتغير خالص. تمام. ليه؟ لان القيمه ديت هي القيمه اللي بتقول لي ان الريكورد ده اتكريت امتى، خلاص يبقى هي مره واحده. لكن الابديت انا ممكن اعمل ابديت على الريكورد ده 5 6 مرات 10 مرات 20 مره ايا كان. اذا الابديت ده لازم بيتغير، فما بيتغير بيحط لي اخر قيمه في التاريخ في الوقت اللي انا عملت ايه ابديت على الرو ده. هل في اي مشكله لغايه دلوقتي؟ مفيش اي مشكله. طبعا اللاست موديفاي او الموديفايد باي خلي دي هعملها كومنت دلوقتي وهخليها الفيديو لوحدها، هنحتاجها بعدين. انا بس مش عاوز اعملها دلوقتي لان ممكن الناس ما تفهمش معايا ايه السيناريو اللي بيمشي عليه، لكن خليها دلوقتي وعملت لها كومنت اهو، وفيما بعد هنرجع لها باذن الله. اذا كده احنا خلصنا الايه الاتريبيوت بتاعتنا، وحطينا الاتريبيوت الخاصه بالهايبرنيت عشان لما حد يعمل انهيرت منه يبدا يترجم لي الكلام ده كله فين في داتابيز. بس ده مش هيترجم في داتابيز. ليه؟ لان احنا عندنا اكس ام ال لازم نكريت له فايل ليه عشان يبدا يترجمه في الايه في داتابيز، لان احنا مستخدمين اللوكو بيز، واتكلمنا عن اللوكو بيز وقلنا ان كل حاجه هتكون عندنا هنعمل لها فايل ايه سيكوال عن طريق اللوكو بيز، هو اللي ايه يكريته واتكلمنا عليها. بس قلنا ان البيز انتيتي ده مش هيكون تيبل عندنا في الداتا بيز، اذا مش هيكريت له ايه مش هيكريت له فايل، او مش هيكون عندي تيبل في الداتا بيز، فمش هيكون ليه فايل في اللوكو بيز عشان يترجم كتيبل في الداتا في الايه في الداتا بيز، ولكن هو مجرد فايل اي حد يعمل منه انهيرت يبدا ده يكون موجود فيه. جميل جميل، مفيش اي مشكله وكله تمام 10 على 10. حلو قوي. في بس في انوتيشن صغيره خالص حابين نضيفها، وانوتيشن انا متعلمها جديد كمان، حاجه اسمها اد بيزك. اد بيزك ديت فيها اوبشنال فولس. يعني ايه اد بيزك اوبشنال فولس؟ طبعا هو هنا جايب ايه، هنا جايب مشكله. هنا المشكله بيقول لي ان البيزك مش بتتحط هنا، ممكن تكون بتحط على ايه؟ على الكولم. تمام، بتحط على ايه؟ على الكولم. الكولم بتاعنا اما بنحط فوقاه اد بيزك ايه اللي بيحصل؟ بص معايا، اوبشنال فولس معناها ان الفيلد ده ما ينفعش يكون بنال، او ما ينفعش يكون مبعوث لي بنال. تمام، واحد يقول لي طب ما انت عامل في الكولم نالبل فولس، واد بيزك اوبشنال فولس معناها ان الريكورد ان الفيلد ده ما ينفعش يكون مبعوث لي ايه نل كده، ما ينفعش. تمام، ايه الفرق بين ديت وايه الفرق بين ايه بين لو انت حطيت اد كولوم نلبل فولس؟ هقول لك اد كولوم لو حطيتها بنلبل فولس كده اكنك عملت كونسترين في الداتا بيز، بقت الداتا بيز بتقول ان الكولوم ده ما ينفعش يكون بنل. طبعا عارفين الكونسترين، الكونسترين اللي هي حاجه بتكون موجوده على الفيلد بتاعي بقول ان
الفيلد ده ما ينفعش يكون بنال، لو بقى طلب نال هضرب لك اكسبشن في السيكوال. ركز معايا، قلت في ايه؟ في السيكوال، هضرب لك اكسبشن هيك في السيكوال، تمام. لكن اد بيز، اد بيز ديت او اد بيزك، اسف، اد بيزك اوبشنال فولس، معناها ان انا بقول له الفيلد ده ما ينفعش يكون عندي نال، بمعنى ان انا هضرب لك اكسبشن قبل ما اروح الداتا بيز. مش فاهم، مش فاهم. هقول لك، بص معايا، انا عندي اهو اي دي ونيم، مثلا عندي اي دي ونيم، لما انا عملت، لما انا عملت ديت نلابل اهي، فاكرين ديت نلابل اهي فولس كده، انا ضفت كده، انا ضفت كونسترين على الكولوم ده في الداتا بيز، وركز معايا من الكلام، في الداتا بيز، ان ده في كونسترين، ده ما يبقاش نال، لو بعت له نال السيكوال او الداتا بيز بتاعتي هترفضها، لو بعت له ايه؟ نال هترفضها، ده فاهم، في السيكوال، تمام. هل دلوقتي انا بعد اهو ريكورد في اي دي واحد ونال، فانا لما اروح للسيكوال هيضرب في ايه؟ في السيكوال. طب ايه رايك ان احنا نعمل حاجه تانية قبل اصلا ما يروح للسيكوال يضرب، بدل ما اروح اعمل بروسيسنج على الفاضي؟ لا، في حاجه تقدر تعمل لي حاجه زي كده من غير ما اروح للسيكوال، بحيث اوفر على نفسي وقت ان انا اروح للسيكوال ويضرب هناك ويرجع لي بايه؟ انه ضرب والكلام ده كله. طبعا انت واحد اهو واقف هنا اهو، ركز معايا، مش انت لما بتروح للداتابيز وتبدا تعمل بروسيسنج، مش ده بياخد وقت وبياخد بريفورمانس والكلام ده كله؟ ايوه. ايه رايك قبل اصلا ما تروح، انا بعد دلوقتي اي دي واحد ونال والنيم بنال، فهو هيضطر يروح للداتابيز يقول للداتابيز انا بعت لك اي دي ونال، الكونستين يشتغل يقول له النال ما تنفعش معايا، فيقول فيرفض. لا، انا هعمل بقى حاجه تانية اسمها بيزك، البيزك دي هتكون قبل الداتابيز. قبل الداتابيز يعني ايه؟ يعني اكنها لير كده، فاليديشن كده، اكنها فاليديشن، بعت له اي دي ونيم، ماشي، اي دي ونيم اللي هو مثلا واحد ونال. انا قبل ما اروح الداتابيز واخد وقت وارجع، لا، ده في حاجه قبل الداتابيز بعيد خالص عن الداتابيز، مش هاجي ناحيه الداتابيز، لو هي بنال هرفضها واقول له ايه؟ نال. طبعا وده بيخلي البرفورمانس افضل، وطبعا بدل ما اروح في الداتابيز وياخد وقت، لا، قبل ما اروح الداتابيز او المس الداتابيز اتاكد ان الدنيا ايه، تمام. حلو قوي. لو جينا هنا في في الايه، في الستاك اوفر فلو، هنلاقي هنا هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو انت استخدمت الاوبشنال بتاعك بفولس، بص بيقول لك ايه، البروفايدر هيرمي اكسبشن بيفور، قبل السيكوال السند، يعني قبل ما تروح تبعت السيكوال بتاعك للداتابيز، قبل ما تروح اصلا للداتابيز، لان انا هنا زي ما قلت لك المفروض هنا عندي ايه، اي دي ونيم، صح؟ فانا هنا اهو واقف هنا، هبعت له اي دي ونيم واحد ونال، فدي جمله انسرت، انسرت انتو اسم التيبل فاليوز واحد ونال، بيبدا يروح يحط له واحد ويحط ايه، نال، فاول ما يروح يحط نال هيرفض يرجع لك ايه، باكسبشن. لا، انا بقى لو استخدمت الاوبشنال قبل اصلا ما اروح للداتابيز، او قبل ما يروح ابعت جمله السيكوال في الداتابيز، هيقول لي ايه؟ هيضرب لي اكسبشن، كده انا بعدت عن الداتابيز، وطبعا دي حاجه مهمه جدا جدا. حلوه جدا. اذا الوحيد عندي في الانس ديت اللي مش عاوزه بنال، حطيت لها كونسترين في الداتابيز اهي، وكمان حطيت البيزك بتاعي عشان الاوبشنال بتاعه بفولس، يعني ما ينفعش يبعت لي بايه؟ بنال. هو ده الوحيد اللي انا عاوزه ايه؟ مش بنال. ده بيتكريت لوحده، وده برضه بيتكريت لوحده، والاكتيف انا اللي هحطه. في اي مشكله؟ ما اعتقدش ان في اي مشكله. نضيف كمان حاجه اسمها ات ماب سوبر كلاس. ات ماب دي سوبر كلاس هي عباره عن انوتيشن بحطها فوق الكلاس بتاعي اللي انا محتاج الناس تاخد منه انهيرت، عشان اخلي الناس الجايه، اي حد هيكاريت، اي حد هيكاريت ايه، اي حد عندي هيكاريت كلاس، وليكن اسمه يوزر، كلاس اسمه بوست،
ويعمل اكستند من البيز انتيتي لازم احط ات ماب سوبر كلاس. ات ماب سوبر كلاس بتمكن او بتمكن الانتيتي ديت او الكلاس ده انه يبقى جزء من كلاس تاني اول ما اعمل منه ايه انهيرت. فلازم احط ات ماب سوبر كلاس. تمام، حلو قوي كده. ضفنا اد ماب سوبر كلاس، وضفنا اد بيزك، وضفنا الانوتيشن بتاعتنا الخاصه بينا. حلو، فاضل حاجه كمان. هعمل هنا حاجه اسمها امبلمنت من حاجه اسمها ايه سيريزابل طبعا. وامبلمنت من سيريزابل ديت دي حاجه يعني مش عارف الناس عارفها ولا لا، بس لحد ما احنا نشرحها برضه دلوقتي. انت معاك اوبجكت اهو، اوبجكت في جافا، اوبجكت في الكودينج، معاك اوبجكت في ايه في الكودينج. الاوبجكت ده اكيد بيمر عن طريق مين؟ اسلاك. بيمر في ايه؟ في اسلاك. ما هو الاوبجكت ده انت دلوقتي عندك ايه؟ عندك اوبجكت داتابيز وليكن اسم يوزر. يوزر ده في اي دي وفي نيم وفي ايج وهكذا، في مجموعه اتريبيوت. الاوبجكت ده على بعضه، الاوبجكت ده على بعضه بيروح وهو ماشي اكيد بيمشي في ايه؟ زي ما تقول في ايه؟ في اسلاك. حلو؟ بيمشي في ايه؟ في اسلاك. ده شيء كويس جدا. عشان نقدر نمشي الاوبجكت ده جوه الاسلاك هنحتاج ان احنا نعمل امبلمنت من حاجه اسمها ايه؟ سريزابل. السريزابل ده لو جينا نبص عليه هيقول لك ايه؟ ان سريزابل ان جافا هي ماشين زيم. تمام؟ عشان تقدر لو جينا تحت هنا اهو عندك الاوبجكت اهو بتعمل له سيريزيشن عشان تحول حاجه اسمها ستريم عشان يقدر يمشي في الايه؟ في النتورك بتاعتك. لان الاوبجكت ده ما يقدرش يمشي في النتورك بتاعتك من غير ما تخليه ايه؟ سيريزيشن. لازم تعمل له حاجه اسمها سيريزيشن. يتحول ستريم اذا يقدر يمشي في النتورك بتاعتي عادي خالص. لما اجي ارجعه عندي في كودنج الجافا هحتاج اوبجكت، هعمل له حاجه اسمها ديسيريزيشن، العكس بتاع السيريزيشن. اذا هي عمليه عكسيه بنعملها ليه؟ عشان الاوبجكت بتاعي ده بيمشي في نتورك، ما ينفعش يمشي كاوبجكت، لازم يمشي كستريم. فعشان احوله من هنا لستريم بعمل له امبلمنت من حاجه اسمها ايه؟ سيريزابل. تمام؟ او العمليه ذات نفسها اسمها ايه؟ سيريزيشن. لما اجي بقى خلاص هو ماشي في الايه؟ في النتورك. ماشي في الايه؟ ماشي في النتورك. عاوز ايه؟ يروح مثلا او يرجع تاني عندي في الكودنج بتاعي از اوبجكت، بعمل له ايه؟ بعمل له العمليه اللي هي سيريزيشن. الحاجات دي كلها بتتعمل مجرد ما انت تعمل امبلمنت من السيريزابل. هل في اي مشكله في اللي احنا عملناه؟ مفيش اي ايه؟ مفيش اي مشكله. طبعا سريعا عملنا الاي دي والجنريتد فاليو والكولوم، عملنا البيزك عشان نقدر نقول ان الاوبشنال فولس، عشان قبل ما اروح للداتا بيز يبدا لو هو بنال يضرب لي اكسبشن. عملنا كرييتد ديت ولاست موديفايد ديت، وعملنا الكولوم، وطبعا عملنا ات ماب سوبر كلاس عشان نقدر نمكن ان الكلاس ده يبقى او اي حد هيعمل منه انتيتي اقدر امكن الموضوع ده ان لو حد عمل انهيرت من الكلاس ده لازم احط عليه ات ماب سوبر كلاس. اذا اي كلاس عندي هعمل منه انهيرت لازم يبقى عليه ات ماب سوبر كلاس عشان اقدر مابنج الفاليو ديت عندي في الكلاس التاني اللي انا هعمل منه ايه؟ هعمل فيه انهيرت في الكلاس ده. يعني لما يكون عندي نيو جافا كلاس وهسميه مثلا يوزر، واعمل هنا امبلمنت او اكستند قصدي من البيز انتيتي عشان اقدر اماب الفاليوز ديت عندي هنا لازم احط ات ماب سوبر كلاس. طبعا لو شلت ات ماب سوبر كلاس هي مفيش مشكله، بس مش هيقدر يمابنج الموضوع ده، مش هيقدر يمابنج دول هنا، مش هيقدر، مش هيعتبرهم موجودين في اليوزر. لازم احط
اد ماب سوبر كلاس عشان يقدر يمابنج الاتريبيوت اللي هنا هناك في حاله ان اعمل اكستند من البيز انتيتي. طبعا همسح اليوزر، انا بس كنت بوضح. تمام، هقول له كليك يمين جيت اد جيت كوميت، هقول له سيت سيت انوتيشنز اد او سيت انوتيشن بيز انتيتي كوميت اند بوش كوميت اند بوش كوميت اني واي واعمل بوش. عملت بوشنج مستنيين سكسسفولي. تمام، هروح هناك اعمل ريلود، مفيش اي ايه، مفيش اي مشكله. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح. لو في اي حاجه مش واضحه او مش مفهومه تواصل معايا، احسب لك لينك الفيسبوك ولينكد ان تحت في الديسكريبشن. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.